السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مع نص جديد في الوحدة الخامسة تحت عنوان ماذا يوجد في الضيعة؟ إذا نقرأ النص قراءة جيدة. زارت ليلى ضيعة مع أسرتها، ولما ذهبت إلى المدرسة سألها كريم: هل كانت زيارة الضيعة مفيدة؟ أجل، كانت مفيدة وكانت ممتعة كذلك. هل الأبقار والماشية تنام دائما في المكان نفسه؟ لا، البقر يبيت في الحظيرة، والماشية في الزريبة، والأحصنة في الإسطبل، والدواجن في الخم. من يعتني بالحيوانات؟ إن الفلاح يعطف على جميع الحيوانات ويعتني بها. ومن يعالج الحيوانات إذا مرضت؟ الطبيب البيطري هو الذي يعالجها، فهو يزور الضيعة بانتظام. شكرا لك، أرجو أن أزور هذه الضيعة. أعيد قراءة النص. ماذا يوجد في الضيعة؟ زارت ليلى ضيعة مع أسرتها، ولما ذهبت إلى المدرسة سألها كريم: هل كانت زيارة الضيعة مفيدة؟ أجل، كانت مفيدة وكانت ممتعة كذلك. هل الأبقار والماشية تنام دائما في المكان نفسه؟ لا، البقر يبيت في الحظيرة، والماشية في الزريبة، والأحصنة في الإسطبل، والدواجن في الخم. من يعتني بالحيوانات؟ إن الفلاح يعطف على جميع الحيوانات ويعتني بها. ومن يعالج الحيوانات إذا مرضت؟ الطبيب البيطري هو الذي يعالجها، فهو يزور الضيعة بانتظام. شكرا لك، أرجو أن أزور هذه الضيعة. إذن كان هذا هو النص الجديد، إذن نقرأه قراءة جيدة أعزائي التلاميذ. إلى اللقاء.